بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يوم السبت من الاسبوع الخامس من الصوم المقدس، والانجيل من بشارة معلمنا متى اصحاح 23 الاعداد 14 ل 39. طبعا الفصل ده معروف ليكم، ويمكن البعض بيعتبره طويل شوية، او البعض يسميه انجيل الويلات او فصل الويلات، لانه ابتدي ويل لكم ويل لكم، عدد 14 ويل لكم، 15 ويل لكم، 16 ويل لكم، وبعد كده يرجع تاني 23 ويل لكم، 24 25 ويل لكم، 27 ويل لكم، 29 ويل لكم. فكتير قوي. الحقيقة طول هذا الفصل بيعبر عن حاجتين مهمين قوي. أولا بيعبر عن كثرة الأوجاع أو الخطايا اللي عايش فيها الكتبة والفريسيين، وبيعبر من ناحية تانية عن حسرة المسيح على هؤلاء الناس. يعني أنا كلمة ويل لكم بحب أسمعها بطريقة تانية، يا حسرتي عليكم أو يا أسفي عليكم. فمش مقصود بها الشتيمة قد مقصود بها إعلان الأسف وإعلان الحزن على هؤلاء الناس. ولعل طول هذا الفصل من الإنجيل يؤدي بينا إن احنا نتذكر قصة المفلوج بتاع بكرة اللي قعد 38 سنة. فطول فصل الإنجيل يوازي أو يعبر أيضا أو صورة ليه مجسدة هو طول الفترة اللي عاش فيها هذا المفلوج في الأوجاع بتاعته. فالأوجاع والألام والأمراض بتاعة المفلوج هي رمز، هي كانت حقيقة فعلا بالنسبة لهذا الشخص، ولكن كانت رمز للأوجاع الكثيرة جدا وطول الزمن اللي عاش فيها البشرية واللي كان عايش فيها الكتبة والفريسيين. لو احنا فكرنا شوية في قصة المفلوج بتاع بكرة، كان عنده أوجاع جسدية ويصعب وصفها طبعا. تخيل واحد على سرير 38 سنة، و 38 سنة طبعا معناه انه بقى عنده قرح، ومعناه انه عنده امراض كتيرة، مش مجرد ان هو واحد مفلوج. ولكن كان عنده وجع تاني هو سبب هذا الوجع، هذه الاوجاع. عنده وجع تاني، وجع روحي هو سبب هذه الاوجاع. ان سيد المسيح لما قابله قال له ايه؟ قال له لا تعد تخطئ لئلا يكون لك الشر. فاصبح كل الشر او كل الالام اللي عايش فيها هذا الانسان كانت نتيجة للخطية اللي عملها. ما اعرفش هي كانت خطية ايه، ولكن واضح ان هو استمر في الخطية ولم يستجيب لنداءات الله
بالعودة، ولهذا وصلت به الأمر أنه يعيش في وجع الجسد 38 سنة. ليه بقول أنه ربما استمر في الخطية مدة طويلة؟ لأنه في الحقيقة الشفاء جه بعد مدة طويلة، ربما هو ما قدمش ما رفعش قلبه لربنا بالتوبة إلا بعد 38 سنة، وساعتها الآب السماوي بعت له ابنه ربنا يسوع المسيح علشان يقول له احمل فراشك وامشي. فاللي سمعناه عن الكتبة الفريسيين كانت أوجاع كتيرة في حياتهم، أوجاع خطية من نواحي كتيرة، طبعا مفيش وقت إن أنا أشرحها آية آية، لكن واضح إن هو إنهم كان عندهم ضربة روحية أو خطايا روحية كتيرة خالص في حياتهم، أدت إنه في النهاية الرب يسوع يقول يا أورشليم يا أورشليم. ولما بيقول يا أورشليم يا أورشليم مش بينادي على البلد، ولكن بينادي على المسؤولين في هذا البلد بما فيهم الكتبة والفريسيين، يقول لهم يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، لم تريدوا وذا بيتكم اترك لكم خرابا. ده بالضبط زي اللي من دول لما نتكلم ونقول البيت الأبيض أو واشنطن دي سي، لما نتكلم على البيت الأبيض أو واشنطن دي سي مش بيتكلم على المبنى في حد ذاته، ولكن بيتكلم عن السياسيين أو المسؤولين اللي هم لهم علاقة بالبيت الأبيض ولهم علاقة بالقرار، أو لهم علاقة بواشنطن دي سي ولهم علاقة بالقرار. فبيقول لهم يا أورشليم يا أورشليم، يعني يا مسؤولين في أورشليم بما فيك رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفريسيين يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. على فكرة اللي قتلوا كل الأنبياء مش هو الشعب البسيط، ولكن اللي قتلوا الأنبياء كان هم المسؤولين اللي هم المسؤولين في الهيكل أو كتبة الفريسيين ورؤساء الكهنة. كم مرة أردت أن أجمع أولادك، يعني بالرغم من الأوجاع الكثيرة والألام الكثيرة اللي حكاها الرب يسوع في إنجيل الويلات، يقول أنا حاولت معكم كثير فما فيش حل غير أن أنا أخلي البيت بتاعكم خراب، ولما يخلي البيت بتاعهم خراب يبقى السلطة بتاعتهم كلها انتهت ويبقى كلهم اتبددوا وراحوا. فقصة المفلوك هي قصة الأوجاع اللي بنعيشها بسبب الخطية، وفصل إنجيل الويلات بيعبر عن الأوجاع أوجاع الخطية اللي بتعيش في الإنسان، وبالأخص الإنسان المرائي، وبتأدي به إلى الشلل وإلى الخراب بتاع بيته أو مسكنه الروحي أو مسكنه الروحي. أنا مش قادر أتكلم أكتر من كده، مش قادر أقف كتير، لكن القصة هي تحذير وهي أيضا دعوة
ان احنا نقول له يا رب احنا راجعين ليك، ما تسمحش لينا ان يكون مصيرنا هو مصير المفلوك، ولكن اسمح لنا بالشفاء زي ما سمحت للمفلوك، وتسمحش لينا ان يبقى مصيرنا مصير اورشليم ومصير الكتبة والفريسيين، لكن نور في قلبنا وقل لنا لا تعد تخطئ لئلا يكون لك شر. وزي ما قلت يوم الاربع بنعمة ربنا لما قال له لا تعد تخطئ، يعني اداله قوة انه لا يخطئ. فزي ما قال له احمي سريرك وامشي، كانت وصية وكانت قوة، برضو لما قال له لا تعد تخطئ برضو كانت وصية ولكن كانت قوة ايضا منه. فاحنا النهاردة بنقول له يا رب سامحنا على كل خطايانا اللي واضحة في فصل هذا الانجيل، واعطينا قوة ان احنا نرجع عليك بكل القلب. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وللأبد، آمين.